في تضامن شعبي واسع مع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، تم تنظيم حملات للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. جاءت الحملات تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت الجمعة الماضية في كافة محافظات الجمهورية. المبادرة دي بتستهدف بالأخص الطلاب. الحقيقة احنا انبهرنا بالرد الفعل الطلبة لما عرفوا ان في مبادرة زي كده لمساندة اخوانهم في فلسطين. من بدري جدا هم متواجدين، بصراحة مش ملحقين ان احنا ناخد اكياس. بفضل ربنا الحمد لله وصلنا دلوقتي 103 كيس، ولسه في باقي الشباب بيتوافدوا. حابب اشكر طبعا الجامعة وانها وفرت لنا فرصة زي دي ان احنا نقدر نساعد اخواتنا في غزة وفلسطين وكده، فالحمد لله يعني قدرنا نتبرع. ديت مساهمة بسيطة يعني من الدولة ومننا.